أسماء لها الأسبوع خدنا فقط 3 أسماء، عيسى رامي ورافي. رافي عيسى عيسى، كنت حبلش برافي لأنه رافي اسم قوي. عيسى دائما يقرأ سورة مريم عليه السلام. دي بتعرف من أدب القرآن أنه ليس أنه ما بيذكروا اسم امرأة، ما بنذكر اسم امرأة إلا ستنا مريم. ليه؟ لأنه هي كانت آية للعالمين، هي وابنها عيسى المسيح عليه السلام. فمشان هيك يقرأ دائما سورة مريم لأنه فيها الرزق، ويأكل عنب أسود وأبيض لأنه نزل عليها الرزق من رب العالمين، العنب الأبيض والأسود. من أين لك هذا؟ ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أنا بدي إياك تقولها آخر آية، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، تاخده ورد بس مش أكتر من هيك. عيسى بتكون رزقك قليل، اللي عم بعطيك إياه حتى يكون رزقك قوي، بس ما فيك تغير اسم عيسى لأنه ما في بديل عنه. مثلا رامي. رامي بيتعب كتير لأنه عنده نجم منظور كتير، بيتعب بالعاطفة، بيتعب غيره بالعاطفة، أو كتير بالشغل أو كتير بالمال، بس بالعاطفة محتار، بس عنده دايما ندم. بيخسر أول حبيبة ما بيعرف يتعامل معاها، بيخسرها بكون هي خلص ضاعت منه، راحت وما عادش بده إياه، بصير بده يلحقها مثل النجم، بده يلحقها ما بيعود يطالها. فيفكر رامي قبل ما يخسر حبيبته اللي هي بتكون معه. رافي رافي من الأسماء الحلوة وشاطر كتير وهيك، بس عنده شوية يعني ما بدي أقول منه جاحد، بس لما بياخد حازم، لما بياخد موقف، أخد موقف ما فيك تغيري عنه، تغيري له رأيه أبدا، بس بيسافر كتير وبيعمل شغل له، بيكون حاكم مش ما بحب حدا، بحب بيكون رئيس مش مرؤوس، ما بحب حدا فوق راسه.